يا مرحبا يا مرحبا، والله مسهلا، والله اني اشتقت لكم يا جماعة. لكن مع بداية السنة الجديدة كلمت بتويتر وبتويتش اني باخذ اجازة بسيطة اريح فيها، وما زالت مستمرة، لكن يوتيوب ما بقطعه، يكون كل اسبوع مقطع، ها مقطعين، والله ويشهد الله اني مشتاق لكم، والله يسعدكم على دعم اخر مقاطع. تطيبوا وجعل ما يطيب غيركم، تطيب تطيب. وعلى طاري تطيبوا يا جماعة، درع الله يعطيهم العافية ما قصروا معي وما بيقصروا معكم. درع يا اخوان شركة وطنية لها اكثر من 46 سنة بالمجال و800 فرع في المملكة العربية السعودية و19 ماركة تحت الاسم هذا، وفوق هذا كله عندهم متجر. قالوا لي يا ابو حميد اليوم جايينك نضبط متابعينك، ترى احنا مو بس عطور، طلعوا ايش عطوني الله يعطيهم العافية. فوق هذا كله قدموا لي هدية والله فرحتني الصراحة، جايبين لي ساعة يا جماعة ابوريكم اياها. بسم الله الرحمن الرحيم، طلع من موقعهم، وهذه الساعة منهم الله يعطيهم العافية. مو فقط يا جماعة الخير عطور، لا لا لا، عطور ومستلزمات رجالية ومستلزمات نسائية وعود ومستلزمات العناية بالبشرة، أشياء كثير. تخش الموقع اللي عندهم بتحصل فوق هذا كله تخفيض من 50 إلى 75% الفترة هذه فقط. وطبيعي وزي ما انتم عارفين يا جماعة لازم اني اضبطكم انا يا احمد، والموقع الان عنده خاصية الشحن السريع والتوصيل المجاني بالكود اللي طالع قدامكم. يعني مثال هذه الساعة سعرها 471، بعد التخفيض 165 وتوصيل مجاني. ثم تحط الكود DS30 وتحط خصم الكوبون، تم خصم 25% من مصروفات توصيل بنجاح. في الختام يا جماعة رابط الموقع تحت، شيكوا عليه، والله يعطيكم العافية. مشاهدة ممتعة للمقطع. فكرة المقطع بسيطة، أنا ورايد كباتن، رايد مع تيمه وأنا معي تيمي، وكل شخص قدامكم راح يقول قصة، هدف الفريق اللي ضده يطلع القصة الصادقة من بين قصص اليوتيوبر اللي قدامه، والتيم اللي يطلع القصة الصدق ياخذ نقطة. مشاهدة ممتعة، الفوز من ثلاثة. طيب يلا. بسم الله. قبل ما يبدأ يبي يكذب عليك، يبي يكذب. هي بقول لك سؤال، صدق صدقها تمام، هذا مو بعيد عن الناس. ايام الثانوي كانت من الاشياء اللي استمتع فيها بشكل اسبوعي حاجه اسويها دائما. كنت ايام الثانوي انا واثنين من العيال كل خميس الساعه 9 بالليل نتكشخ ونروح نتعشى ببلاش في زوجات الناس اللي ما نعرفها. بارد وش خلني أكمل. كنا نترسم كلنا وما نعرف أحد، ندخل مع بعض ناكل ونسلم على المجلس ونطلع. هذه سالفتي الأولى، تفضل. طيب في يوم من الأيام عند مكان محدثكم مراهق وبزر، خالي كانت عنده مزرعة، ومن ضمن الأشياء اللي موجودة في المزرعة كلب بيتبول. بيتبول وطالبة خاصة من برا وجايبة فعز الله أخوكم في الله، يعني كان يتحب يتحرش في الحيوانات، وذاك اليوم كان ما هو مسلسل للأسف، فأنا قاعد رايح وجاي من عنده حسب مسلسل كالعادة، فعز الله أنه لحقني يعني وسوالي كشمة هنا بسيطة. كشمة خالي، كشمة بسيطة اللي أمسك. لا 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 يتفصح لك. أصلا أصلا لعين رب. يوم أني في المتوسط كنت محترف لعيب كورة، أنا كنا في استراحة وقاعدين عمي فنادي لا قاعد يدربنا، شافني قال احتاجك معنا في نادي يوم الاحد، وانا متحمس ادي لا، جيت امي قالت لا كمل دراستك. كمل دراستك ولا تفلح بالدراسه بعد، مريت بروجه بالتلفزيون. يا الله. بس انا بعدين راي واحد ذا مره يحب الاله. اي اقول شيء يا عيل، حلو ثاني. الشيء الثاني هذا قال كلب بيتبول، يا اخي انا خبر بيتبول ممنوع سعوديه. يا سلام. لا لا خل هذا، خل هذا حلوه ذي احمد. حلوه احمد، تعلموني باحمد، احمد با ما يصير يعني هذا. ايه شند بيتنا شبي. ايه مره ما يصحي فعادي يسوي زي كذا، هو اخوي عادي عادي زي كذا زي كذا. مين انا؟ انت تقول تفكير، فانا اصدق احمد. احمد لا 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 لا، يعني دول كذابين. احمد صادق. ايه صح. لا 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 لا، اثنين صادقين وهذا كذاب. لا لا اللعبه اثنين كذاب وواحد صادق. ايه بس عادي بديهم صح. اثنين كذاب وواحد صادق. اثنين كذاب وواحد صادق. ايه هذا ايه هذا كل حياته وصل كلاب ضربات سكين طعن. ايه هذا عادي. ايه شوف كله بلقات، كل راسه بلقات. في فرق بين بلقات وطريق الادب. بس كذاب كذاب يا عمي، يروح زوج الناس وياكل بلاش عادي. هذا قبل يقول لك منه بالثانوي. طيب انت توقعك؟ انا اقول حبيبي هذا حق حواري، اقل شيء يلعب حواري حاري. خلاص احمد صادق. احمد صادق، انتم كذابين كلكم. ايه والله ما كان شكل اسبوعي.
بس كنت اذا خلصت اسلم على المدرسه. احمد تعرفني صح؟ طيب بس ما تعرفني وانا صغير احمد. طيب انا صغير. طيب يلا هات. كان مكان في قديم الزمان، هذه يوم اني متوسطه توني بديت السوق توني اتعلم. حلو. اي والله. وامشي ولد وكنت جايب بنزين لاخوي ونزلت طبعا انا وطافي على السياره. حلو. وانزل تحت كذا مرفات انا سياره بوف واصدم صدمت مين؟ سياره جيراننا. سويت ايه؟ وقفت حربت ايه؟ واروح ينبك عند البيت ايه؟ والتفت الا بك فيه اثنين سيارتين حقوني جيراننا اثنين ايه؟ نزلت سلمت عليهم وهم علي. صحيت صحيت المستشفى. اوكي هذا سالفتي. طيب طيب دقيقه والله يعني رايد اغمى عليك في النهايه. اوكي جاني خفقان اغمى علي. طيب صحيت المستشفى. ها يوم من الايام ايام الدراسه انا وريان وش حلينا جاء واحد هايط على مين هايط على ريان والله كذبي يا عيال. ما عرفت اجرحك. لا 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 ركز فيها. المهم جانا وريان واحد من العيال واحد من الفصل الثاني تهاوش مع ريان لعله وعسى ويجون ستة علينا. شفت ضايق. المهم نمسك الستة ذولي انا وريان ونبقسهم ونبقسهم. بس هذه السالفة. اثنين اثنين نفس بعض على ستة. على ستة ها؟ على ستة. اوكي. السالفة حقت معروضة تحت. يلا تفضل. يلا يوم الايام سافرنا انا وهري للكويت. حلو. اوكي. ولعلي انا كنت مره معصب ولا ابغى انزل المجمع مع اهلي فقعدت مع ابوي. ابوي راح وقف في مواقف المجمع ودق على واحد من اقاربنا ونسايبنا يعني وراح طلع معه ونساني في السياره. لاني انا كنت نايم ورا زعلان. تمام. يعني اي. المهم اني انكتمت حرب ما عرفت لقيت منديل وشوي لفيته زي كذا وقعدت هويت هويت وفتحت الباب. لعلي فتحت الباب وطلعت وطلعت. يوم طلعت اللي شافني بكستاني شافني قال لي اوه ابغى انت تصير ولد انا. قال لي انا ابغاك تصير ولد انا. انا يبغاني اصير ولده خلاص يبغى يتبناك. باكستاني يبغى يتبناك. ايوه. المهم من الخوف هجيت لعلي قد فجاه كذا صرت قدام المجمع. حلو. اول ما فتح الباب لان اهلي قدام. حلو طيب خلنا نتناقش. رايد اغمى عليه. اغمى عليه ما يغمى عليه قلبه قوي. تمام. قلبه قوي. هذا اثنين على ستة وهم طق مع ستة. اسمع اسمع قلوبهم ضعيفة يا رب. هلو جاجة والله حق طق كذاب. هيا كذاب خطأ. تمام. باكستاني تبناني. باكستاني تبناني وين وين رايد. اسمعوا خليني اقول لكم رايد ما يعرفه اليوم الا انا. هو ما حط يغمى علي بالطريقة هذه الا نحن نبغى نقول اوه كذا. رايد طقوع يخاف من ولع جبان جبان. صوت رايد رايد واضح. اثنين على ستة يقول ضربناهم. كذاب. لا بس صدق هذا صادق. صدق طيب يمكن هذا يسولف غريب يا ولد. هذا مرة باكستاني تبناني. باكستاني شو باكستاني اللي والله ضايع. لا لا هذا انسى انسى انسى. ايوه باباك يعني تيجي بعدين فتح الباب فجأة صار قدام المول. هذا ضروب تقول والله ايه تقول يلا تفضل. طيب طالبين انت كذاب رايد. انا صادق. اصنع لك سالفه والله العظيم. نزلها مقطع يوتيوب بعد قسم بالله نزلها مقطع يوتيوب. باكستاني قاعد يقول ورب الكعبه يا احمد. صلوا على محمد. يوم اني في المرحله الثانويه بنص اللعبه امثال بنص اللعبه من الزواجات. يوم المرحله الثانويه تفضل. كانت في واحده من المرات اللي وانا مداوم فيها في المدرسه. ممتاز. كنت اداوم يا تفضل قاعد يحاول يبغى يغير 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 ها تمام. اوكي طيب صل على محمد. قبل اليوتيوب قبل لا ابدا باليوتيوب قبل لا يكون عندي قناه او سناب او تويتر او اي شيء. ممتاز. ايام الثانوي. والله ايام الثانوي انا مره ما احبها. مره ما احب ايام الثانوي. تفضل. كنت بعد ما اخلص من المدرسه تاكل لحم ولحم ولحم ولحم. تفضل. كنت بعد ما اخلص من المدرسه اخذ موتري وكنت وترزق. والله ما يودي احد. والله ما في حيل. والله ما في حيل. اعرفه اعرفه. يلا ناصر يكد. وين راح؟ راشد.
صحيح صحيح ايش حرق راشد ما عارف. طيب خليني اقول لك السالفه مو بايام الثانيه ولا ايام بزر جديده توها طازه ما كمل هذا السنه. كنت رايح عند المولات لابس كمامه وزي كذا رايح اتسوق ممتاز وانا قاعد اتسوق ومن هالكلام يعني صراحه في جروب وزي كذا بنات معهم امهم وجت الام هذه طول عمر السلامه تناظر وتناظر وقبلها يعني البنتين كلموا امهم او شيء زي كذا وقاعدين يناظرون انا عرفت انهم عرفوني وقت عرفت انهم عرفوني بعد كنت لابس كمام كنت متخفي جدا كنت متخفي جدا. المهم جت امهم تسالني جت امهم تسالني تقول انت ناصر؟ لا قالت لي انت ناصر؟ قلت ايوه خالد انا ناصر. قالت ما شاء الله الله يوفقك ما ادري ترى بناتي يحبونك يتابعونك. اعوذ بالله انا عرقت ما عاد في انا عرقت وحتريت وتلخبطت قلت يعني شوي يمكن قلت الله يرزقك برهم ويحفظهم لك يا رب العالمين وما عاد قلت تلخبط ورحت حتى كنت طالب قهوه سحبت عليها حلو ما عاد مدنك بس هذا السالفه بسم الله يوم اني في المتوسط هذا قصيده ذا طلع طلع يطلع النبي يوم اني في المتوسط حلو كنت في ايش يسمونها في المسجد ايه كلها الله مصلى تحفيظ قران تحفيظ قران تبارك الله ما شاء الله كنت كل عصريه تحفيظ قران ما شاء الله رحت يومين والباقي اطق كوره يومين الباقي طق الباقي كوره صادق طيب اسمع صوت هذا شيء صادق لين انا مثلا هو يومين سحبت يومين وتعبانين بعدين راح يصير يلعب كوره يعني يقول له انا بروح تحفيظ قران بسوي لك كوره سير اقسمي سالفه ناصر يا جماعه الخير طيب انا يا عيال كذاب 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 مستحيل هذا قاعد كده وين راح؟ ايه مستحيل كذاب مين هذا صادق؟ صادق بس يجي ما ادري يا اخي يا اخي ذا يلعب كوره يا اخي ذا بس يلا اختار يلا اختار يلا يا اخي لحظه ايه لا والله حق بس يجي تحمر مستعد لا انا موقف طبيعي انا اقول محمد صادق محمد صادق خلصوا محمد كلكم طيب كلكم صادقين قسما بجلال الله اني انا قبل اليوتيوب كنت احمل برنامج اسمه ايزي تاكسي كنت احمل برمضان ناس ووصلهم سويكت اخذهم من الفخريه اودي السويكت اخذهم من ذا اخذهم من السويكت يا شويه طيب بسم الله هذا يا طويل العمر السلامه كنت باولى ثانوي ممتازين باولى ثانوي وصفق واحد كف يومني بالثانوي ولا ثانوي صفقت بالفصل كف من قوة الفخ من قوة الكف شخ على نفسه هو بل على نفسه من خوف ومسكوني ودوني عند الوكيل ايه اسمع اسمع هذا حسكني تقوح ما يدرني قبل مرحبا ايه والله ويوم دخلت الوكيل ولا قبوي مبتسم يا ابني يحب راسي يا الله يسعدك يوم رجعنا البيت سوا كسر علي عصا مكنسة كسر علي بكسر لما بلت على نفسي نفس ذاك يلا سلام طيب شوف سالفتي الوالد مع أخوي الكبير كان مسجل في نادي كاراتيه حلو جاب يسوي شو مع المدرب المهم لعله وعسى وياخذ المدرب ويقلب أبوي من وقتها أبوي جاء كسر في شو اسمه هذا العمود الفقري فصار أبوي إلى يومكم ذا يعني في عنده شو يسمونه ميلان ظهره فصار يلبس نعال اكبر من النعال الثاني بحيث انه يصير في توازن في ظهره بس تترارا تت تفضل يلا باكستاني ما في الحين والله اني كنت صادق والله عطنا بنجالي شيء لا لا اسمع فيها سوداني احسن كنا مكشتين في البر حلو تمام ولعل انا ولد عمي قلنا خلينا نتمشى نستنى العشاء يجهز طيب. مو تمشينا 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 العلن اللي نطالع نفسه الحين وضعنا ولكن احنا نتمشى كنا قاعدين نشرب حب ايه؟ قلنا ما في حل الا واحد تلحقون معنا كشفنا ان نلحق خلاص هات كملها تكذب اي كذاب كذاب والله احلف انك انك كذاب خليك كذاب من الجمل طيب ابغى اكمل لا 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 اسمع المهم اننا قاعدين نحاول نلحق شو اسمه الخطوات حقتنا ونلحق حق الحب ولعل نضعنا من المكان اللي احنا كنا حلو الا ان احنا في قلعه وادرين نسمع صوت ديابه ديابة ديابة لا لا فعلا كذا لا لا فعلا كذا خلاص طيب صل على محمد اللهم صل عليك يا عيال مستحيل نتفاول على ابوه ايه هذا واحد هذه واحد اثنين اعطيك كفي تبول صغير كنت تخوف قبل ايه شنده يا هذا شنده يا عيال على الفاول مستحيل الفاول والسالفه على ابوه اي مستحيل الفاول مستحيل الفاول على ابوه ركان ركان صادق ركان صادق اخر كلام ايه شوف ايه ركز اقسم بالله اصفط كل اخي اصفط صادق والله صح واحد 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 يلا يلا دور دور ايش اللي قهر انا السالفه دي صدق بس ما صارت لي انا
في عام 2017 يا ولد هذا يحسب انه فورتنايت هذا عرض على امه يا عيال حقه لا تقاطعني في عام 2017 بعد ما تخرجت بثلاث سنوات تقريبا تخرج من الثانوي الله اكبر افلام الثانوي يا افلام الله المستعان تفضل تحلمت حلم كنت في مدرسة عمي عمك المدير عمي احمد اللي يعرفونه مدرس المدير ايه وتحلمت ان عمي كان يدرسني في حصة العلوم وكل اللي معاي في الصف بنات انا الحالي ولد وش الحلم 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 هذا الحلم اول ما صحيت يا عيال من الحلم هذا كان وقتها نزلوا قرار انه الابتدائي البنات والاولاد مع بعض بنات واولاد حلو يعني كان الوضع ايش البنات بنات والعيال عيال حلم حلم هذا صار حقيقه يا قولوني مو قولوني قصدي انا برا يا عيال فذاك اليوم يعني الوالده قررت انها ما نطلع من البيت فقررت تقفل علينا البيبان كلها البيبان يعني مكسورين في البيت محدثكم فلا وش سوى راح من السطح نزل اسلم ايوه نزلت من السطح من السطح بعدين قلت نزلت من السطح لكن هذه سوالف الليل كنت في جدة دبات اللي تلعب كورة وفقعد كورة لا 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 شو مراوغ كورة انت فين وبيني كورة لا لا كنت في النيل كنت بركب دبات يا ساتر ريحة الرباط اسكت يلعب اسكت لا قالوا توني راكب الدبات بتركب في السيارة معي قالوا لا صدق وانا امشي بالدبات ولا وانقلب ولا انت الكذبة وانقلب انا منقلب العالم كلهم يجون يتفرجوا علي ما حد اخر الدباب حك في وجهي شوي جاب بزر صغير اخر حلو يا سبحان الله بالصغيره صار ايش قال يا سبحان الله يا سبحان الله ركز معي ولا واحد صادق ولا واحد صادق كل كيس هذا طاب من الصدر الثاني في مره الدباب الثاني تحلم سبيها ثلاث مرات لا صادق بس اسمع اكثر واحده احس انه ممكن اصدقها اسمع ناصر لا 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 والله لا والله افقك والله افقك والله لا مين الليدر انا الليدر يلا بسرعه عيل يطيح مصطفى ها روب صادق اسمع لحظه يا عمر عليك ركان ما قد قال شيء صح هالمره ذا اسمع صادق روب صادق روب صادق روب صادق ناصر صادق الناس كلها تسوي اشياء انا والله افقك صادق انا يا جماعه الخير يوم اني صغير كانت عندي فوبيا الظلام مستحيل اجلس بالظلمه مستحيل اجلس بالظلمه مستحيل اروح المطبخ لحالي دقيقه كت ترى مو بيوم صغير على يومكم عندي فوبيا كمل كمل فوبيا والله شغل يا ربي والله فصاروا اهلي كلهم يسيسون يعني ما يطفون النور ما يخلوني اروح المطبخ بالليل من ايش يا جماعه الخير كنت العب بلاي ستيشن 2 فيلم مو فيلم رعب هذا شو اسمه اللي لابس ازرق بريزنتيف ايوه طيب مش صادق صادق هذا هي سالفتي انا صادق طيب الشتاء الماضي صارت لي السالفه ذي موقف كنت انا والشباب طالعين مخيم طبيعي المهم وحنا طالعين واحد من الشباب مع شخص قال منتم طالعين الا بالشخص حقي الطعوس وتحداكم ادري وش يتحدون الشباب لعل تهيم والله وفعلا ركبنا سته في الشخص واثنين قدام او ثلاثه قدام وطلعنا نسلم كل على تله هذا كمل معلك المهم سلم كل وحنا طالعين من الشخص الا وينقلب الموتر على ورا كذا ها كذا وانا راكب ورا كذا هنقلب الموتر بنقلب الموتر ثلاث اربع مرات
والموتر شايفه قسم بالصخر. خلاص 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 كمل كمل خلاص كمل 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 قبل الابتعاث بسنة تقريبا عام 2014 في عيد الأضحى. عيد الأضحى هنا البيت الرئيسي اللي يجتمعون فيه كل عيال عمنا وعيال خواتنا. تقريبا بعد الفطور وبعد الأشياء دي الواحد يخمل يعني لين يجي العصر وذا. المهم إن في عز الظهر عيال عمي قرروا يأخذوا سيارة أخوي الكبير. أخوي الكبير يحط مفتاح سيارته في المنحك ما يسمح أي أحد يأخذها. المهم أنا قلت أنا عيال أنا ما دخل أخوي الكبير بيلعن شكلي ما أبغى. المهم حدنا حدنا راح أخذ المفتاح وخذه وكبعه وكلهم جوا حذر وصابات ودخل المستشفى وجلدونا جلد. حلو طيب صلوا على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة النبي بالسر مدية. أنتوا فريقي وأنا أحمد ربي على شيء. الحمد لله. أن الله رزقني بذاكرة اللهم لك الحمد ما شاء الله تبارك الله. في عام 2020 تاريخ 9 الموافق يوم الأربعاء الساعة 7 الليل راكان قال السالفة حقت الشاخ المقطوفة والسالفة صدق وراكان هو الصادق والباقي تلّة؟ لعلّها هجّت وانت أخذ موتر ما بيرحل والله تلّف يا سلام لا نقول لكم وداعا لكن للقاء في مقطع آخر من برنامج منكم وإليكم.